صباح الخير أصدقائي، مساء الخير أصدقائي، أهلا وسهلا بكم. تتذكروا هالتعابير اللي تعلمناها بالحلقات السابقة وقلتلكم فيكن تستعملوها بحياتكن اليومية؟ عن جديد بدي رحب فيكن وقلكن أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكن المفضل مدرستي. معكن أنا الآنسة بترا وأنا معلمتكن للغة العربية. رح أرجع أعمل مراجعة أنا وأنتو عن التعابير اللي قلتلكن فيكن تستعملوها بحياتكن اليومية. عنا صباح الخير. صباح الخير فينا نقول محلها بونجور أو جود مورنينج. مساء الخير بالليل لما نكون بالبيت يجي عنا ضيف منقول له مساء الخير. عنا أهلا وسهلا مثل ما أنا برحب فيكم كل حلقة بقلكن أهلا وسهلا. أنا فرحانة إني معكن. إلى اللقاء. لما ودعكن بقلكن إلى اللقاء. إلى اللقاء بينقال كمان باي. عنا تصبح على خير. قبل ما ننام شو منقول لأهلنا؟ تصبحون على خير. إذن تصبح على خير يعني بونوي أو جود نايت. أعتذر. لما نعمل خطأ أو نعمل خطأ بحق حدا منقول أعتذر. باردون سوري. عندي آخر كلمة شكراً. أنا بشكر غيري إذا ساعدني. أنا بقولكن شكراً لأنه عم تستمعوا لإلي. هيدي التعابير أصدقائي بدي منكن ضلكن تحفظوها تستعملوها بحياتكن لأنه كتير بتفيدكن وبتبينوا إنكن مسقروا. أصدقائي بالحلقة السابقة تعلمنا حرف جديد، حرف الزاي. تتذكروا؟ تتذكروا كيف منكتبه؟ رح أرجع أعمل معكم مراجعة تتحفظوا أكتر حرف الزاي. إذن قلنا منرسم موزة أو خط مائل، نضع نقطة. أهم شي نقطة. دايما تذكروا حرف الزاي عنده نقطة. ز مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة كيف منكتبه؟ تتذكروا أصدقائي كيف؟ شاطرين. إذن مع الأصوات القصيرة دونوا كل شي على دفتركن واكتبوا معي. زاي مع فتحة ز. زاي مع ضمة زو. وزاي مع كسرة زي. تذكرتون؟ عنا بعد الأصوات الطويلة. زاي مع ألف زا. زاي مع واو زو. وزاي مع ياء زي. إذن الأصوات القصيرة ز زو زي. الأصوات الطويلة ز زو زي. دونتون منيح؟ هلأ بدي أشوف إذا عن جد حفظتون لأن عندي تمرين لإلكن. تحليل الكلمات. منا نحللها يعني نقطع الكلمات. نقطع لأحرف. أول كلمة عنا إياها جزر. ج حرف الجيم. ز زر حرف الزاي. ر بالآخر
حرف الراء. إذا كيف منكتبها؟ منبلش بحرف الجيم. ج ز ز ر جيم زاي راء جزر. تاني كلمة زيز، عم نسمع ز زي زي زاي مع يا زي ز لوحدة زاي زيز. تالت كلمة زا زا. تتذكروا أصدقائي بالحلقة السابقة حكينا عن قصة الزيز المسكين؟ زيز مثل ما كاتبين فوق زيز كان اسمه زيزي، وكان يحب يضل يلعب بالصيفية وما يجمع أكل، والنملة كان اسمها زا زا. إذن كيف منكتب، كيف منحلل زا زا؟ زاي زا، عم نسمع صوت ألف زا زا زاي مع ألف. كتير هينا أصدقائي، زا زا مقطعة لوحدة، كنا بس بحاجة نقسمها. رابع كلمة زا دا. إذن زا دا زا زاي مع ألف زا د د زاد زادة. عنا زو زو، صوتين طويلين زو زاي مع واو زو، وأيضا زاي مع واو زو. عنا زر، زر القميص زر. إذن زاي ز زر راء، ننسى الشدة زر. عنا لوز، لوز مش لوز، لو ملام مع واو يعني صوت طويل، لوز لام ل و ز. إذن هيك منكون قطعنا الكلمات، كتبنا جزر زيز ز ز ز د زو زو زر ولوز. وهيك أصدقائي منكون تعلمنا حرف الزاي وشفناه ببعض الكلمات اللي حللناها. بدي منكن ضلكن مركزين معي على الشاشة، وأنا بلاقيكن بالفقرة التالية. جزر زيز زر لوز زرافة رز مزمار. مثل ما عودتكن أصدقائي، من فترة لفترة رح نحفظ محفوظة، وهلأ لعندي إلكن محفوظة جديدة. محفوظتنا شو بتقول؟ غنوا وارقصوا يا أولاد، غنوا وارقصوا
يا أولاد يا أولاد. هطل المطر خلف الباب. هطل المطر يعني نزل شتاء، المطر يعني الشتاء. قام خلف الباب وراء الباب. غمر الثلج أشجار الغاب. غمر الثلج يعني غمر الثلج أو غطى الثلج أشجار الغاب. أشجار الغابة يعني كل الغابة صار لونها أبيض لأنه الثلج غمر غطاها. إذن خلينا نحفظها سوا. غنوا وارقصوا يا أولاد. غنوا وارقصوا كتير هينة، بدنا نغني وبدنا نرقص. غنوا وارقصوا يا أولاد. هطل المطر خلف الباب. هطل المطر كتير هينة، غنينا ورقصنا، جعنا بعدين سمعنا المطر. هطل المطر خلف الباب يعني وراء الباب. عنا تالت جملة. غمر الثلج أشجار الغاب. غمر الثلج، غطى الثلج أشجار الغاب. فهمتوها كتير منيح؟ ركزتوا على معانيها؟ كتير هينة. رح أرجع عيدا. غنوا وارقصوا يا أولاد. هطل المطر خلف الباب. غمر الثلج أشجار الغاب. أكيد حفظتوها، بعرف أنتو كتير شاطرين وكتير كنتو مركزين معي وحفظتوها. رح أرجع عيدا مرة تالتة وهيك نتأكد أكتر أنه حفظناها. غنوا وارقصوا يا أولاد. هطل المطر خلف الباب. غمر الثلج أشجار الغاب. وهيك أصدقائي بيكون تعلمنا محفوظة جديدة. بدي منكم ترجعوا تسمعوها هلأ مرة تانية، تركزوا على المقطع المصور، وأنا بلاقيكم بالفقرة التالية. غنوا وارقصوا يا أولاد. هطل المطر خلف الباب. غمر الثلج أشجار الغاب. بالحلقات السابقة أصدقائي كنا عم نقرأ قصص، وقصص من كتاب قصص مدرستي. بدي أرجع أقرأ مرة تانية قصة عزيز المسكين. من القصة بدي أستخرج كلمات فيها حرف الزاي ونعمل إملاء على اللوح. ركزوا معي أصدقائي. كان زيزي زيز أسود اللون. زيزي كان أسود اللون، إنه زيز أسود اللون. كان يحب الرقص واللعب ويكره العمل الدؤوب. كان يحب يرقص ويلعب، يكره يشتغل أو يعمل بشكل جيد. أمضى الصيف كله يلهو مع أصدقائه غير مبال بمجيء فصل الشتاء. كل فصل الصيف قضاه عم يلعب مع أصدقائه ملتهي، وآخر همه غير مبال بمجيء فصل الشتاء. آخر همه فصل الشتاء. وعندما جاء الشتاء تساقطت الثلوج وهطلت الأمطار. إجا فصل الشتاء، بدأت تتساقط الثلوج وتهطل الأمطار. جاع الزيز زيزي ولم يجد طعاما. جاع الزيز زيزي ما لقى طعام، ما لقى أكل يسد به جوعه، ما لقى أكل كرمال يشبع، كرمال يرتاح. كاد يموت من البرد والجوع وراح يطلب من النملة زازة، ركزوا على كلمة زازة، حبوبا للأكل.
كان رح يموت من البرد والجوع وكتير كتير تعبان. عزيز زيزي طلب من النملة زازة حبوب للأكل، طلب منها الأكل. سخرت منه زازة وسألته، مسخرت عليه، سألت عليه نملة زازة وقالت له: كيف أمضيت الصيف يا زيزي؟ كيف أمضيت الصيف؟ كيف ضيعت وقتك بالصيف؟ أجابها: أمضيته باللعب والغناء يا عزيزتي. أمضى كل الصيفية عم بيلعب ويتسلى ونسى يجمع أكل. راح زيزي يبكي زا زا زو زو زي زي إلى جانب بيت النملة. كان عم يبكي زيزي قدام مين؟ أمام منزل النملة زازا. سمعت النملة بكاءه وحن قلبها فأطعمته وطلبت منه أن يتصرف بحكمة. سمعته زازا النملة، حرام شفقت عليه، حن قلبه وقالت: يا حرام، أنا لازم أعطيه أكل، لازم ساعده. وطلبت منه أنه يتصرف بحكمة بذكاء ويجمع الطعام في الصيف المقبل، ويجمع الطعام في الصيف المقبل. تذكرتوها للقصة أصدقائي؟ أنا كتير بحبها هيدي القصة. هلأ استخرجت كلمات أنا من هالقصة، والكلمات هني بدي منكن تركزوا مزبوط، هن إملاء. والكلمات اللي اخترتوا من القصة فيها حرف الزاي، بعض منا في حرف الزاي. أول كلمة بدي هجيلكن إياها وقلكن إياها هي زا زا. النملة كان اسمها زا زا. عم تسمعوا مدى، والمدى منقول له صوت طويل زا زا. كتبتوها؟ خلينا نتأكد على اللوح كيف منكتبها. زه زاي ألف زا. عم نسمع لمرة تانية زا. إذن زاي وألف زا زا. عندي إلكن كلمة تانية، يلا أصدقائي ركزوا منيح، بعرف أنتو كتير شاطرين وحفظتوا حرف الزاي مع الأصوات القصيرة والطويلة كيف منكتبه. كلمة تانية زو زو. كيف كان عم يبكي الزيز؟ صار يقول زا زا زو زو زي زي. الكلمة لألكن هي زو زو. كتبتوها؟ رح نتأكد منها. زاي زو، عم نسمع صوت طويل زو زو. زاي واو، مرة تانية عم نرجع نسمع زو. زاي واو زو زو. كلمة ثالثة زي زي. زي زي صوت طويل. يلا أصدقائي كتبوها، رح أعطيكم وقت قصير كرمال تكتبوها. زي زي. كتبتوها؟ رح نتأكد منها. عم بسمع أنا صوت طويل زي زي. رجعت سمعت صوت طويل تاني زي زي. عندي كلمة ثالثة رابعة إلكن، عندي جزر جزر. منا موجودة بالقصة لكن حبيت أعطيكن كلمة تتذكروها وتعرفوا كيف تحللوا تكتبوها.
جزر. يلا أصدقائي، جزر ثلاث أحرف، عم نسمع ثلاث أحرف، جزر. حكتبها على اللوح، ج حرف الجيم، ز حرف الزاي، جزر. إذن أصدقائي صار عنا ز ز، زو زو، زي زي، وآخر كلمة جزر. وهيك أصدقائي بنكون عملنا الإملاء. بعرف أنتو كنتو كتير شاطرين، وأنا كتير فرحانة أنكم ضليتكن مركزين معي، وبعرف أنه كتبتون بشكل صحيح. إذا لليوم بنكون رجعنا قرينا القصة، قصة الزيز المسكين، وبدي منكم تتعلموا من الزيز أنه تكونوا دايما مجتهدين. وقت الدرس منركز، وقت اللعب منلعب. سمعتوا منيح؟ حفظتوا الدرس منيح؟ وأنا كمان رح ضلني مركزة دايما معكم، وحاول درسكم دروس كتير حلوة وتستفيدوا منها. وهلأ بدي ودعكم أصدقائي وقلكم إلى اللقاء، وأنا بلاقيكم بالحلقة المقبلة. إلى اللقاء. ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان، نراها في لوحة فنان. لون التفاح أخضر، أما الموز فلونه أصفر، لون الكرز هو أحمر، البرتقالي هو لون الجزر. ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان، نراها في لوحة فنان. لون البحر نراه أزرق، لون الغراب أسود حالك، لون الغيم أبيض ناصع، ولون البني كشعر طارق. ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان، نراها في لوحة فنان.